بتمنى تكملوا الفيديو للأخير لأنه عرضت مفصلاً من الألف للياء أنا والعم أبو فاتح أزموز الطريقة والمقادير والتركيز على التشكيل وأسرار النجاح. كملوا للأخير، تستفيدوا كتير عش البلبل وشعبيات وتمرية ومشلتت. أكيد الكل بيتذكر حلقة تصوير الشعبيات مع الخبير ابن الصنعة أبا عن جد أبو فاتح أزموز. للأسف عم برتب الفيديوهات بالقناة وانحذف بالغلط، كتير زعلت لأنه فيه فايدة كتير كبيرة. محتفظة بمقطع التشكيل رح أعرضه، وعدت التصوير وركزت على أي ثغرة ما فهموها الناس صح وقت اللي عم بيعملها، خصوصا الكربوني صار فيه كتير لغط، أكدت عليه وياريت تشوفوا لأنه رح تستفيدوا منه كتير وصفات عش البلبل والشعبيات. ركزوا على طريقة التشكيل، حطيت طريقة العم أبو فاتح قريب زوجي هو، وهي صنعتهم أبا عن جد عن جد. فعلا ولا أروع، بعده ما في حدا يعمل شعبية. قلب طيب، تقي جدا. هاي الصينية بجوز، هلا شعبيات بجوز نفس الطريقة بصير مدورات، بس نحن بدنا نشتغلها مختلفات مشان نعلمكم غير طريقة. بس الأبضاي بيخلص الأرز هذا. هي زي جوز كتر لها كمان. لا حاجة بكفي. مدعومة. ما منشان مدعومة أو منشان واحد يرضي يخلصه كمان حسب حساب العالم. اشتغلتوا كفايتكم وزاد عجين، يعني زاد توريق، ما بيصير له شيء ابدا، بينحط بالفريزر. ثلاث ارباع ساعة، واثناء الخبز المفروض ندور الصيني. صف عملية الخبز، منوطي النار مشان ما يحترق. المهم يكون عيلة بالاول، بس النفخ القرص اخذ حمار يعني احمر وجهه، بوطي مباشرة مشان يتحمص. الفرن مسبقا المفروض يكون الفرن حامي 260 280. اثناء الخبز مندور الصينية، بس النار من فوق ومن تحت بنصف عملية الخبز، منوطي النار مشان ما يحترق. النار من فوق ومن تحت. أبو فاتح رح يقلكم طريقة الخبز في البيت، تفضل. بالبيت بيشتغل الفرن من فوق ومن تحت. ايه. إذا أحمر الوجه والأرض ما أحمرت ما يطفى الفوقاني وخلى التحتاني بتشرك.
بيجيبوا خبز خبز عادي بيغطوا الوجه او بيجيبوا سيلوفان هذا القصدير بيغطوها بيلفحوها بيخلوا اثنين شغالات خمس دقائق بيحمر الارض. طيب ما ما بتعجن؟ لا 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 ما ابدا ما بتعجن شيء ابدا. او خبز خبز او اذا ما في خبز قصدير ورا قصدير يعني متوفر هذا. شايفين هالسر ربي يجزيك الخير. القطر الكيلو مي نص 450 غرام مي بالشتاء وكيلو سكر. ايه بالصيف ناقص 50 غرام 400 غرام يعني بده يكون اثقل شوي يعني 400 الا بعيار 400 جرام مي كيلو سكر. ايوه بالصيف ما بينفع غير شيء. ايوه الا بالعيار القطر القطر خصوصا اذا طالعته محمص تحميص من الفرن وقطر قطر مو معيار بيتشرب كل شيء. الشعريات خلصوا هلا هي بتنقلب هيك قلبها بعدها بتعبوا هيك قشطة اصليه هيك قشطة اصليه حط هيك طيب اللي على الأفا على الأفا هلا هي سام على الأفا مو هيك على الأفا على الأفا على الأفا هذا وش على الأفا هيك ما بقى على الأفا هذا يا سلام هذا المنظر الحلو. صباح الخير الصبية شاب عين الخالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نعمل عجينة رائعة عجينة شعبيات وعش البلبل سوا. الفرق بس انه عش البلبل مقدار القطر الشيرة اقل. على طلب الصبايا بدي اعيد التصوير زمن مختصر وبدي اركز على سبب الفشل والنجاح. اول شيء بدي اعمل القطر. ايش هو القطر؟ الشيرة اللي عبارة عن كيلو ماء منحط له 450 جرام سكر. بالنسبة للكربوني إذا كنتي مستعجلة بتحطي ربع معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة ممسوحة، بس إذا ما كنتي مستعجلة لا تحطيها نهائي، خصوصا إذا بدك ترفعيها بالفريزر بعد ما تحضريها. مقدار سائل الماء 200 جرام كوب ناقص شوي. وقت عملت تصوير مع المعلم والخبير ابن الصنعة أبو فاتح أزموز قلت له أنا مرة جربت حطيت بيضة طلعت شعيبيات معي بتاخد العقل إيش رأيك فيها؟ قال لي بتجنن. حبيتي تضيفيها ضيفيها، ما حبيتي تضيفيها حرة، ولكن إذا بدك تضيفيها هي تعتبر من السوائل، بتنقصي من الماء مقدار البيضة هاي اللي بنضيفها. اليوم بدي أضيف لك بيضة. إضافة البيضة رح تعطيكي لون جميل زائد قيمة غذائية زائد سهولة أكثر في العمل داعمة. رح نعمل حفرة نحط البيضة وهي الشيرة وحدة وهي تنتين وهي ثلاثة. بدي أنا أعمل العجينة ممكن بمعلقة سمنة أو معلقة زبدة وممكن بزيت، اختاري اللي بدك إياه. اليوم بدي أغير شكل منا نعمل بالسمنة. بدي أنا عمل رح نجود بالموجود ونعجن العجينة على إيدنا كرمال عيونكم، وطبعا ممكن تنعموها وتاخدوا نتيجة رائعة بالعجانة. نعموها بشكل جيد وتعلمنا نحن قيمت إيش هو الاختبار لنوصل لفعلا نعومة عجين. منريحة السمنة خلطوا سمن نباتي مع سمن حيواني وعملوا كريمي مشان يسهل دهنه. بعد ما ريحت العجينة نصف ساعة ضربتها بهالشكل المفروض تكون خاتمة ما في خط أبدا. هلأ بقسمها المفروض يكون قياس الوحدة إما 75 أو 80، حتى لو زغرتيها شوي ما في مشكلة أبداً.
هلا بفرجيكي شلون القطعة من جوا مثل الراحة بتلاقيها. بمسحها مسحة زيت وبحطها بالصحن. شايفه؟ ما في لا تشقق، ما في شيء ابدا ابدا. بمسحها مسحة زيت وطبقهم فوق بعض وبقلن اضوء. مريحهم لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بجيب السمن النباتي وسمن حيواني لآخذ طعم أطيب، بعجنه بهالشكل ليصير مثل المعجون. هلا بفتحها بإيدي أو بالشوبك، خبطة لقدام خبطة لورا، خبطة لقدام خبطة لورا، دهن بروس أصابيعي وبضغط عليها، بسكر هالرغيف لنص رغيف وبضغط عليها لحتى أشفي هواء دخل أتخلص منه. بكرر العملية بهالشكل بروس الأصابع، سمن حيواني مع سمن نباتي بيعطيكي طراوة وليونة وثبات، ما بيسيح معك، بيطلع من العجين بهالشكل. لا خلصهم كلياتهم وبغطيها وبريحها مدة نص ساعة، حتى لو حطيتيهم فوق بعض ما بلسوا على بعض. رح خلص الكمية كلياتها، روحة رجعة، بروس أصابيعي دهن، رغيف لنص رغيف، ضغط خفيف. شايف الفتحة هلأ؟ هاي فتحة الرغيف ده تكون لبطنك هلأ، وقت من نسحب هذا اسمه هلأ تسحيب العجين. بدي أعملها ببطء قدامك، ما بدي أعمل بهلوانيات عليكي، أنا مثلي مثلك، أول ما تعلمتهم من جوزي، أنا جوزي من أريحة بس أنا حلبية تمام، والعم أزموز هو قريب جوزي مو قريبي. بخبط بطالع صوت، بسمع الصوت، بضرب وبلف رول، بضرب وبلف، طالعي كل عصبيتك فيها. كل ما طولتي ورقيتي وضربتي ولفيتي بتطلع عم تقرش أكتر، بتطلع طبقات أكتر. شايفين هالحركة كتير مهمة، بتضغطي بإصبعتينك لحتى تفرغي إشفي هوا دخل، بتخبطي ويلا رول، بتخبطي بتريدي هيك، بتريدي هذاك الطرف. الأسهل اعملي، أنا عرضت لك عدة طرق. شايفة هالضغطة كتير مهمة، ركزوا عليها تمام حبيباتي. بغطيهم بكيس. هلأ كتير مهم الريحة، أنا هلأ لفيتها ورحت قلت يلا نمت، اليوم جمعة وجمعة مباركة. القشطة منزلي مقاديرها بقناتي، قشطة تفقيس الحليب زائد قشبة حليب وجوز سكر، معلقة سمنة طيبة تكون، وقرفة، وممكن قريشة، قريشة هاي اللي بتنطبخ اللبة تنخلط، المهم تكون متماسكة. صبايا شايفين بالنص قسمتها، في فتحة بنص على اليمين وفتحة على اليسار، ما هيك قسمتها بالنص، روحة راجعة، روحة راجعة. هلأ بدنا نقلبها، ننطالع التوريق، ركزوا، نقلبها، قلبناها، دي يكون بالوسط السميك والحواف رقيقة. القشطة دا تكون ما فيها سوائل، بتخرب معك وبتطلع وما بدك تكتري. انتبهوا، بجيب بلمة وبضغط، ايش في دخل هواء بهالضغطة بيطلع، برد بلم بلم بهالشكل مظبوط، وبضغط عم بطالع ايش في هواء دخل، كبستها. هلأ بقلبها، شوفي إيش ده أعمل هلأ، بمسكها هيك، شايفي هالتسحيبات شلون ببينوا هيك، بغطى فرغت الهواء منها، شايفين ما أحلاها، جاهزة تعمل لك وحدة تانية كمان. يركزي لي صبية وأحلى صبية، شايفين ضغطت بالنص، فتحتها بإيدي، ممكن بالشوبك ممكن بإيدك، قلبتها، حطينا القشطة، كتير طيبة قشطة تفقيس الحليب. زيدية قشطة جيمر وحطيها بصفي تنشف تماما قبل بيوم، وتاني يوم احشي فيها. شايفين شلون هاي عملتها مطاولة؟ حتى اذا كنتي مبتدئة اعمليها، انا اول ما تعلمتها كنت احشيها مثل الكبة، تطلع توريقات بتاخد العقل يا صبايا، وشكل بجنن وحياة الله، وموجود الفيديو من 10 سنين، أنا جوزي كان يعمله، بس بدي أخلص طالعته من المطبخ وبيزفر وبيتم 3 أيام 4 أيام بقول ظهري ظهري، وهي ما بدها هالقد،
والله العظيم لفت سندويشة. بس قولوا يلا، شايفين شلون عم بضغط وبسحبه؟ يا ريت نركز. شايفين فتحة من اليمين وفتحة من اليسار، بضغط بالنص، بقلب هالفتحات لفوق، وبعدين بجيب هالشوبك روحة رجعة روحة رجعة، بعدين بقلبها بقلبها. رقيت الحواف بالنص، تركته سميك شوي مشان ما تطلع الحشوة وتطلع رقيقة زيادة عن اللزوم. هلأ بحط الحشوة. اللي عم بسألوا عن لبخة، هي عبارة عن كوب حليب، معلقة سميد ومعلقة نشا، وممكن بديل السميد الطحين تطبخوها مثل المهلبية، بتضيفوها لقشبة الحليب أو القشطة تفقيس الحليب، بتمسك القشطة، وزيدوها قشطة جيمر لتدعموا الطعم. موجودة بقناتي، اكتبوا قشطة خالي دلال حناوي بتطلع لكم. الشيرة، تحضير الشيرة خالي دلال حناوي بتطلع لكم. أنا غلطت بالبداية، بدي أقول لكم إنه كيلو سكر مع 450 جرام مي، قلت العكس سامحوني. بالنسبة للخبز كتير مهم يا صبايا، حرارة 200 طبعا. شايفين شلون بضغط بفرغ الهواء كلياته وبسحب هيك ضغط بسيط. بدهن الصينية سمنة مزبوطة، شايفين الخطوط ما أحلاهم، هدول كلهم بيظهروا. باخد سمنة بطبطب عليهم مع ضغط خفيف لكلياتهم، وبحمي النار قبل تلت ساعة ربع ساعة كمان من فوق وتحت، بعدين بطفي من فوق وبترك من تحت وبلعب بالنار برد بشعر. بحط سمنة للقطر يا صبايا، بحط معلقة سمن عربي، نخبزت. شايفين ما أروع؟ نشوف هالقرشة ورقتها رائعة، تفرز يا صبايا، تفرز قبل الخبز، تفرز عجينة بآخر مرحلة، ما تحشوها. وقت بتوصلوا للرول فرزوها، وقت اللي بدكم طالعوا واشتغلوا، لا تحطوا كربوني وقتك تفرزوا. إذا مستعجلين بدك تشتغليها خلال ساعتين، بدك تقدميها لضيوفك أربع ساعات، حطي كربوني ربع معلقة أو نص معلقة صغيرة مع الطحين. أنا ما عم بحط، عم بعطيها راحتها، عم بعطيها وقتها، بيعطي لون كمان الكربوني وبيسرع، بيتجنن. ما شاء الله ما شاء الله، اسمعوا هالصوت ما أروعه، نغم نغم. يا ريتكم جنبي لأدوقكم كلياتكم، بتجنن ولا أطيب. شايفين بتقرمش رقيقة رقيقة رقيقة.